طيب الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من كشك الصحافة والتي نبدأها كالعادة بأبرز العناوين. بعد 5 سنوات من الانقلاب، صنعاء عاصمة للمحتاجين. التين الشوكي من فاكهة بلا مزارعين تتحول إلى مصدر دخل لمئات الأسر. موقع البي بي سي يكشف عن محاولات إقامة دولة لليهود قبل إسرائيل بمئة عام. أهلا بكم. قبل اجتياح صنعاء عام 2014 ارتبط يوم الجمعة بمتسولين يقفون بعد صلاة الجمعة وفي الأسواق، لكن الوضع تغير الآن، فالمتسولون يتجولون المدينة يوميا وفي كل حي. وعنون موقع الصحوانات: بعد 5 سنوات من الانقلاب، صنعاء عاصمة للفقر والتسول. وقال الموقع: في صنعاء تحديدا أصبحت ظاهرة التسول مثيرة للاهتمام، سواء من حيث عدد المتسولين الذين يخرجون إلى الشوارع أو السهولة التي يتسولون بها. ويشير الكثيرون من سكان صنعاء إلى أن حياتهم تزداد سوءا بسبب استمرار الانقلاب والحرب وانعدام الغذاء وتردي الوضع المعيشي وارتفاع الأسعار. وقد التقى الموقع بعدد ممن أجبرتهم الظروف على تسول، وقال أحدهم وهو في 66 من العمر: ليس لدي أحد تركني أبنائي، واليوم أتسول عند إشارات المرور. أحيانا يعطونني ما أحتاج إليه، وأحيانا يغلقون نوافذ سياراتهم. الحوثيون يقطعون راتبك ويصادرون حقك في الحياة في المدن التي يسيطرون عليها، ثم إذا أردت أن تسافر يحرمونك من هذا الحق، وفقا لموقع عدن الغد. الحوثة يوجهون نقاط التفتيش بمصادرة جوازات السفر المستخرجة من الشرعية. وقال الموقع إن ميليشيا الحوثي أصدرت تعليمات جديدة بمصادرة أي جوازات صادرة من مصلحة الهجرة والجوازات في مناطق الشرعية. وطبقا للتعميم الصادر مما يسمى بوزارة الداخلية لميليشيات الحوثي بصنعاء إلى نقاط التفتيش التابعة لهم، يتم مصادرة الجوازات التي تقوم الوكالات السياحية بإجراء معاملتها في مناطق الشرعية والمناطق المحررة. ويرى متابعون أن من شأن تلك الإجراءات الحوثية الجديدة أن تحرم الكثير من المواطنين من السفر لأجل الحج والعلاج والدراسة. وتأتي الإجراءات الحوثية في محاولة للتضييق على المواطنين الذين يتجهون لإصدار جوازات سفر من فروع مصلحة الهجرة والجوازات التابعة للحكومة الشرعية، بعد إلغاء التعامل مع الجوازات الصادرة من ميليشيا الحوثي. المختطفون وأجندة المبعوث الأممي. تحت هذا العنوان كتب صالح الصريمي مقاله المشهور في الصحوانت، مضيفا: إذا كانت جرائم ميليشيا الحوثي بشكل عام وفي مقدمتها الجرائم التي ترتكب بحق المختطفين لا تجد مكانا لها في جدول أعمال المبعوث الأممي ولا في دائرة اهتماماته، فما هي الفائدة المرجوة من وظيفته الأممية؟ بعد كل جولة مشاورات بين الدولة والمتمردين، يقدم مارتن جريفيث إحاطته لمجلس الأمن خالية من ذكر جرائم ميليشيا الحوثي بحق المختطفين الذين توفي منهم ما يزيد عن 200 مختطف تحت التعذيب. رصدت رابطة أمهات المختطفين 132 اسماً وصنوف التعذيب التي أدت إلى وفاتهم. تجاهل المبعوث الأممي للجرائم التي ترتكب بحق المختطفين شجعت الميليشيا على تجاوز مرحلة التعذيب إلى مرحلة الإعدام الجماعي، وجعلت المندوب الأممي شريكاً بطريقة غير مباشرة في ارتكاب هذه الجرائم المخالفة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته جمعية الأمم المتحدة عام 1948، ومخالفاً لجميع القوانين والمعاهدات المتعلقة بتجريم التعذيب والمعاملة السيئة والعقوبات القاسية. تتكرر الزيارات التي يقوم بها جريفيث إلى صنعاء للقاء الجاني دون أن يكلف نفسه بعمل زيارة للمجني عليهم، أو في أقل الأحوال تشكيل لجنة لزيارتهم والسماع منهم مباشرة لما يتعرضون له من تعذيب.
سيكتب التاريخ بأن ثمة مندوبا أمميا تجاهل صراخ الضحايا ونداء أسرهم واهتم بالجاني. سيكتب التاريخ بأن ثمة مندوبا أمميا تحول إلى مراسل للمتمردين لا أكثر، وما على المختطفين سوى تحمل المزيد من التعذيب والقتل وانتظار صحوة الضمير لدى الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان لتنقذهم من جحيم الميليشيا. وصف موقع أخباري ما يقوم به المبعوث الأممي لليمن أنه تسويق للوهم، وعنون موقع المصدر أونلاين: جريفيث يواصل تسويق الوهم، التمس من الحوثيين إنسانية في الأحكام تجاه الضحايا وتمنى نهاية الحرب هذا العام. جاء توصيف الموقع للمبعوث عقب حديث المبعوث الأممي الخاص لليمن مارتن جريفيث بإسهاب عن نجاحات وتقدم فني في الحديدة وتعز، كما أشار إلى أحكام الإعدام التي أصدرها الحوثيون دون التطرق لملف الأسرى، ولفت إلى أهمية انسحاب الإمارات في تحقيق السلام، لكنه حذر من حرب إقليمية ستنجر إليها اليمن وستكون كارثية. كما تحدث المبعوث عن اطمئنان شعر به خلال جولته التي قام بها إلى روسيا والإمارات وعمان أو عمان وواشنطن منذ بداية الشهر الجاري، وقال: تشرفت بلقاء وزراء وكبار المسؤولين المعنيين بملف اليمن في العديد من البلدان والعواصم، وشعرت بالاطمئنان في كل لقاء وبالرغبة الجماعية لرؤية تقدم نحو حل سياسي وبسرعة. ورغم أن أحدا في المدينة المحاصرة لم يلاحظ ذلك، إلا أن جريفيث تحدث قائلا أنه لاحظ تقدما محدودا في انفتاح محافظة تعز المحاصرة منذ 4 سنوات نحو الحياة ووصول المساعدات. تتواجد واحدة من الفواكه في شعاب المناطق الريفية منذ زمن بعيد دون أن يملكها أحد في الغالب، لكن مع تزايد الطلب عليها بات المزارعون يخصصون لها أرضا زراعية طوال شهور العام. وفي ظل البطالة التي أعقبت انقلاب الميليشيا على الدولة، ذهب كثيرون للعمل في جنيها. وفقا لتقرير نشره موقع المشاهد نت بعنوان التين الشوكي موسم العاطلين عن العمل، يقول أحد الباعة المتجولين للفاكهة أن التين الشوكي الذي يسقى بمياه الأمطار يكون مذاقه أحلى وأشواكه أكثر، بينما الذي يسقى بماء ملوث يكون مذاقه أقل حلاوة وشكله أكثر احمرارا من خارجه وداخله. وتتفاوت الأرباح التي يحصل عليها أحد الباعة بين 3 و5 آلاف ريال، لكنه يشكو من العدد الكبير من العاملين في بيع التين الشوكي وتنافسهم الشديد من خلال تقديم تخفيضات كبيرة للزبائن، ما يقلل من نسبة الأرباح أحيانا. ويفيد الموقع: لا يحتاج بيع التين الشوكي إلى رأس مال كبير وأدوات كثيرة، كل ما يحتاجه قبل البيع هو غمره بالقليل من الماء لكي يبدو باردا ونظيفا من الشوك. لا يزال المقال الذي كتبه السعودي سليمان العقيلي أو العقيلي حول خطر انفصال اليمن على الخليج العربي محل اهتمام المواقع اليمنية، حيث لا يزال تداوله على نطاق واسع، ونقرأ في أجزاء مما نشر في عدن الغد. انفصال الجنوب كان مشروعا إيرانيا قبل الحرب، ويذكر في هذا الصدد أن حزب الله أول من ساعد الحراك الجنوبي أثناء النضال ضد علي عبد الله صالح في إطلاق قناة عدن مباشر من الضاحية الجنوبية لبيروت، وأوى علي سالم البيض أبرز القادة الجنوبيين المنادين بالانفصال، بل ويتردد أن إيران قدمت دعما ماليا مباشرا للحراكيين في الوقت ذاته، هي التي كانت تسلح الحوثيين بالشمال وتعدهم لليوم الذي يتمكنون فيه من السيطرة على صنعاء وعلى السلطة اليمنية بأكملها. وقد جاءت هذه التطورات الخطيرة خلال ما يمكن تسميته بغفوة استراتيجية خليجية تنم عن عدم إلمام المدرك السياسي الخليجي بالمخاطر التي تطوقه جنوبا، فيما كان منشغلا بمشروع التمدد الإيراني شمال الجزيرة العربية، العراق وسوريا ولبنان. أما كيف يخدم تشطير اليمن إلى دولتين الاستراتيجية الإيرانية، فيمكن رؤية ذلك من زاويتين: الأولى وضع السعودية منافس إيران الإقليمي تحت التهديد الأمني، وثانية تكوين حكومة يمنية جنوبية موالية يمكن أن تتيح لطهران فرصة الحضور الاستراتيجي على مضيق باب المندب. إن تشطير اليمن لن يكون حجرا في بحيرة راكدة، إنما زلزال سيهز المنطقة، وربما سيفتح الباب لتجزئة دول عربية أخرى
خاصة ممن تحكمها سلطات مركزية هشة مثل ما هو الأمر في العراق وسوريا والسودان، وهو على كل حال حلم دائم للقوى الأجنبية والإقليمية، فتجزئة العرب وتقسيم دولهم سيناريو تتقاسمه أطماع إسرائيل وإيران وتركيا مع الأجندات الغربية، وما جنوب السودان عنا ببعيد. قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي كوشي ماثاي أن الحكومة اليمنية أحرزت تقدما كبيرا على صعيد إعادة بناء كوادرها الفنية وتحسين عمليات جمع البيانات وتحليلها. وعنون الصحيفة الشرق الأوسط: صندوق النقد يقول تقدم كبير أحرزته الحكومة اليمنية في بناء كوادرها الفنية. قالت الصحيفة إن هذا التقدم الفني مكن الحكومة الشرعية من اتخاذ الخطوة المهمة التي تمثلت في إعداد الموازنة القومية لعام 2019، وهي السنة الأولى التي تعد لها موازنة على مدى 5 سنوات. وأكد رئيس بعثة الصندوق أن كبح جماح الإنفاق والعمل في الوقت نفسه على حماية الإنفاق حسب سلم الأولويات، ومن ذلك التحويلات إلى الفقراء ودفع رواتب العاملين في كل أنحاء البلاد، فستكون بالتالي من الإجراءات الضرورية. كذلك فإن الوضع يقتضي أيضا المزيد من التمويل لتجنب اللجوء إلى قيام البنك المركزي بتمويل العجز ودعم المستوردات الأساسية. وأعرب عن قلق صندوق النقد الدولي حيال التكاليف الإنسانية والاقتصادية لهذا النزاع، وهو يعمل مع الجهات المانحة على سرعة توفير التمويل اللازم لمستوردات الأساسية، ويدعم عملية دفع أجور العاملين في القطاع العام وتوفير المساعدات الاجتماعية. احتفالا بالذكرى 50 لرحلة أبولو 11 وهبوط الإنسان على سطح القمر، تناول مقال للكاتبة رينان ويلمز التاريخ المسكوت عنه للنساء التي كنا وراء رحلات ناسا. وعنون الصحيفة الجارديان البريطانية: نساء خلف رحلات ناسا. تقول الكاتبة إنه بينما حولت رحلة أبولو 11 رواد الفضاء الذكور إلى أيقونات، فإن تاريخ النساء التي لعبن دورا في وصول الإنسان إلى القمر يبقى مجهولا بصورة كبيرة. وتضيف الكاتبة إن كاثرين جونسون التي يبلغ عمرها 101 عام كانت واحدة من هؤلاء النساء، فهي عالمة رياضيات بارزة انضمت لناسا عام 1952 في وحدة الحسابات المعقدة، وكانت الوحدة تضم أيضا عددا من النساء الأمريكيات من أصول أفريقية. كنا يكلفنا بإجراء العمليات الحسابية المعقدة المطلوبة للعمليات الهندسية والحسابية التي يحتاجها المهندسون ورواد الفضاء. الزمن الطاغية، تحت هذا العنوان كتب وزير الخارجية ليبيا ومندوبها الأسبق لدى الأمم المتحدة عبد الرحمن شلقم مقاله المنشور في الشرق الأوسط مضيفا: الزمن كان وسيبقى العدو الأبدي للإنسان، لكن عداوة الشعراء له لها بداية بلا نهاية. حاربوه خيالا وحاربهم محنا ومرضا وغربة. وفي الجولة التي حددها هذا الطاغية دق رقاب العظماء من أباطرة السلطة والإبداع والمال والجمال. الشاعر المغني شكسبير غاص في أزمان الناس كبارهم وصغارهم، طاف في دخائل الملوك، تسلل إلى ظلام حاشيتهم، إلى هواجز أولادهم وبناتهم، سلط عليهم سيوف الزمن ورياح الحوادث. مات من مات وقتل من قتل، كان الزمان هو الآمر في كل حكم. كتب شكسبير المآسي الكبيرة في مسرحيات لا تتقادم ولا تشيخ. الملك لير لا يغادر الدنيا، يعيش في تجاويف كل نفس بشرية. ما مكبث فهو العيون والمشاعر التي لا تغفو. كل مآسي شكسبير آهات وتنهيدات لا تفارق البشر. صارع الزمن في عطيل في لعبة قدرية من نسيج الغيرة والجنون. كان الزمن هو الفاعل من وراء الأقدار. في كل أعماله كان شكسبير الشاعر والحكيم الساخر والعاصف. الخاسر على أرض المعركة دائما هو الإنسان، هو الراحل والزمن هو الباقي المقيم. لكن الأهم بالنسبة للمبدع أن لا استسلام. المتنبي أعلن الصدام مبكرا مع الغريم الأزلي، بدأت المواجهة مع الزمن مع بداية الرفقة مع الشعر. ولم تتوقف معارك المتنبي مع الزمان، كان يراه في كل شيء، هو عدوه الذي حرمه الوصول إلى حلمه وبغيته. خاطب المتنبي الزمان في مناسبات شتى وبدرجات عالية من صوت الصدام وبلسان الحكمة والحزن أو الشجن أحيانا، وفي كل قول ومناسبة كان يضع الزمان أمامه في حلبة العداوة متعددة الوطيس، يلقي عليه بيانات العداوة حكمة أحيانا وأحيانا بلغة العتاب وكثيرا بلغة غاضبة متحدية. يكشف موقع البي بي سي عن محاولات قديمة
سبقت إقامة إسرائيل على أرض فلسطينية. وقال الموقع إن العالم شهد على محاولات سابقة. وعنون الموقع: قبل إسرائيل تعرف على محاولتين لإقامة وطن لليهود في أمريكا وروسيا. وقال الموقع إنه في مثل هذا الأسبوع عام 1785 ولد مردخاي مانويل نوا في الولايات المتحدة وعمل في مجالات متعددة، وكان أول من حاول عمليا إقامة دولة يتمتع فيها اليهود بالحكم الذاتي في أمريكا، وذلك قبل قيام إسرائيل بنحو 123 عاما. ثم كانت محاولة ثانية في روسيا على يد ستالين، سابقة أيضا على قيام إسرائيل ب24 سنة. يقول موقع يهودي إنه قبل تي وودور هيرتزل ب100 عام عمل مردخاي مانويل نوا على إقامة ما أطلق عليه دولة أرادات في بافاولو في ولاية نيويورك عام 1825، وبعد 5 سنوات أطلق نوا على المدينة اسم دولة أرادات، نسبة إلى جبل أرادات الذي رست عليه سفينة نوح بحسب العهد القديم. وأرسل نواه خاخامات ومندوبين إلى أوروبا للترويج لفكرته ودعوة اليهود الهجرة إلى مدينته، غير أن دعوته لم تلقى اهتماما وفشلت الفكرة. المحاولة الثانية كانت في بيرو بيدجان، وهي المركز الإداري لمنطقة أوبلست في روسيا، وقد أسسها الزعيم السوفيتي ستالين عام 1934. وتقول مراسلة بي بي سي كيت جولدبرغ أن ستالين أقامها كأول وطن رسمي لليهود، وبدأ المستوطنون اليهود بالتوافد على المنطقة في عام 1928، أي قبل 20 عاما من إعلان قيام إسرائيل لإقامة وطن قومي لليهود السوفيت. وفي عام 1939 وصل عدد اليهود في المنطقة إلى نحو 18,000، لكن بعد 10 سنوات من إقامتها بدأ ستالين في قمع الثقافة اليهودية، فأعدم رئيس حكومة المنطقة وأغلقت المعابد اليهودية في المنطقة أيضا. أمة عطشة للفرح، تحت هذا العنوان كتب نبيل عمرو مقاله في صحيفة الشرق الأوسط. السياسة زرعت خصومات كارثية وأشعلت حروبا قبلية، حين نخضع أسبابها للمقاييس المنطقية نجد أن لا مبرر لها، غير أن ما أورثته السياسة وخصوماتها وحروبها أصاب الإنسان العربي بمرض نفسي عضال هو الأخطر والأشد إلحاقاً للأذى في أمر التقدم واللحاق بركب الحضارة الإنسانية، إنه الانفصام بين وجدانه الموحد مع أشقائه وأبناء جلدته من أقصى المحيط إلى أقصى الخليج وما بينهما. وبين ما فرضته السياسة لم يشمل الكيانات فقط، بل شمل المجتمعات وحتى الأفراد. لم يعد على الخريطة العربية التي تشكل نسبة معقولة من خريطة العالم بقعة تخلو من القلق والتوجس، وغالباً من الأشقاء الذين لم يشبعوا اقتتالاً ووقوعاً في كمائن الخصوم الذين لا يحبون رؤية ذلك الشيء المسمى بالعالم العربي. حاجتنا للفرح أمر غريزي يكاد يكون كالحاجة للتنفس، فأين نجده في هذا الزمن المكتظ بالخوف والقلق والجثث والمهاجرين والمهجرين والراقدين في أضرحة الماء في قيعان البحار والمحيطات أو تحت ركام البيوت التي دمرتها البراميل المتفجرة التي اخترعت لتوفير مزيد من أدوات القتل الجماعي ولكن بتكلفة أقل؟ ولأن الله جلت قدرته لا ينسى عباده، حتى أولئك الذين لا يرضى عنهم لفرط ما يفعلون بأنفسهم، فقد قيض لهم محمد صلاح الذي تعلقت ملايين القلوب بقدمه وقفزت خارج الصدور مع كل هدف كان يحرزه حتى في ملاعب أصحاب وعد بلفور، وقيض لهم رياض محرز الذي قاد فريقاً إنجليزياً نحو التتويج في واحد من أهم دوريات الكرة العالمية، وها هو يقود أمة عطشة للفرح بركلة أصابت المرمى مع وعد بفرح أكبر مؤجل، حين يصعد محرز وزملاؤه على منصة التتويج ويرفع الكأس الفضية وكأنه العرب جميعاً في تلك اللحظة المأمولة. صحيفة الجارديان توثق مجموعة من الأحداث من خلال الصور القادمة من مختلف مناطق العالم. نتابع.
تقول رسمة واحدة ما لم تقله عشرات المقالات، ذلك ما أثبته عدد ليس قليلا من رسامي الكاريكاتير العرب الذين نستعرض جزءا من إنتاجهم في جولتنا التالية. بهذه المجموعة من الرسوم الكاريكاتورية نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.